الخميس والجمعة الخامسة على شاشة العربية. الآن بإمكانك مشاهدة العربية في بث مباشر على جوالك. اتبع التعليمات المبينة أمامك. في القرن السادس الميلادي كانت نجران لا تزال الغالبية من السكان لا يزالون على أصبحوا على الديانة المسيحية، وقد يجوز أن هنالك وثنيين في ذلك الوقت غير مؤكد في السجلات، إلا أن الملك دونواس وهو طبعا يهودي حاول أن يغير ديانة المسيح النصارى إلى الديانة، يثنيهم عن الديانة المسيحية ويعيدهم إلى اليهودية، ولأنه ملك جبار فطبعا المؤمنين في نجران رفضوا ذلك، وحدثت محرقة الأخدود الشهيرة في يوم 25 نوفمبر سنة 523 ميلادي. قام دونواس وحمل أخاديد وعبأها بالنار وبالحديد وأحرق جمع كبير عدة آلاف، طبعا اختلفت الروايات على العدد، وكانت هذه طبعا من أولى المحارق البشرية عبر التاريخ، تاريخ نجران يسجلها والتاريخ الإسلامي سجلها بمنتهى الوضوح، وهي مسجلة أيضا في التاريخ المسيحي وفي الكنائس. توجد عظام بني آدم حللت وعرف بأنها عظام بشرية وبقايا محرقة لا تزال في الأرض. وبدأت علاقة نجران المسيحية بالإسلام بعد أن سطع نوره في المدينة المنورة، وجاء وفد من أهلها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فعرض عليهم المباهلة فرفضوا وطلبوا الصلح، وأجابهم عليه الصلاة والسلام إلى الصلح. وفي السنة العاشرة من الهجرة أسلم قسم من أهالي نجران، وعندها بدأ انتشاره هناك. جاء الإسلام وتحولت نجران إلى غالبيتها إلى الإسلام، من بقي في نجران لم يسلمون من النصارى. كانت هنالك معاهدة واضحة وهي معاهدة من الرسول عليه الصلاة والسلام، طبعا سجلت في التاريخ مع وفد نجران. المعاهدة طبعا معروفة، أصبح النصارى في نجران يدعمون الحملات الإسلامية ضمن اتفاقية، ولذلك كانت نجران بقسميها الإسلامي المبكر وأيضا المسيحي كانت تشكل دعم قوي لانتشار الدعوة الإسلامية وانتشار الدولة الإسلامية. وكما نجران المسيحية كانت نجران المسلمة مستقلة بذاتها، ترتكز على أعراف وتقاليد عربية غاية في التنظيم، إلى أن انضوت تحت لواء الملك عبد العزيز آل سعود الذي أسس المملكة العربية السعودية القرن الماضي. لم تحكم إطلاقا بعد انتهاء الدولة الإسلامية مبكرا، لم تحكم نجران إطلاقا قبل الحكم السعودي الذي جاء إليها في سنة 1353 هجرية. فالمرحلة السابقة كانت تحكم الناس ضوابط اجتماعية وهي معاهدات قبلية وضوابط مكتوبة وثائق يحترم القبائل وتحترم العشائر والأسر، هذه الوثائق يلتزم فيها أعيان الرجال وشيوخ القبائل وفرسان الرجال يلتزمون في هذه الضوابط، وكل هذه الضوابط القبلية والوثائق هي من نوع التنظيم الدستوري الذي يلزم كافة القبيلة والعشيرة والأسرة الصغيرة والرجل وأسرته والرجل في نفسه، يلزمهم تماما احترام هذه الوثائق. وإن
وليس الترابط الاجتماعي هو الوحيد الذي يميز المنطقة، بل إن أسواقها التجارية الشعبية والتي سبق بعضها وجود الدولة السعودية ميزة أخرى لهذه المنطقة. نظام الأسواق في نجران سابقا أحدث في نجران قبل الحكم السعودي عام 999 أو 1000 خمسة أسواق: سوق الاثنين، سوق الربوع، لأن قبائل نجران هو يجمع قبائل كثيرة. الزائر لنجران لابد أن يزور السوق الشعبي في مدينة أبا السعود، يرى جميع الحرف اليدوية في هذه المدينة وبأيد سعودية، وبحاجة إلى مزيد من الاهتمام، وهذا بإذن الله تعالى بلا شك يحظى باهتمام هيئة السياحة وسمو أمير منطقة نجران. الأسواق الشعبية أيضا في نجران القديمة تنتشر فيها، وكثير من السلع، كثير من منتجات هذه الحرف، لعل أهمها صناعة الجنابي أو ما يسمى بالخناجر. أيضا هناك أسواق الحبوب، سواق الأغنام، سواق الإبل، سواق المنسوجات، جميع هذه موجودة في نجران. إذن نجران هي مزيج من التراث، مزيج من الحضارة، مزيج من التراث العمراني الأصيل، مزيج من الواحات الزراعية. ورغم كل هذه الثروة التاريخية، فإن نجران لم تنل حصتها التي تستحقها من السياحة. عندنا مطارين، مطار في شرورة ومطار في نجران، فما في هناك مشكلة بالنسبة للمطارات. بالنسبة تربطنا مثلا خطوط جيدة، وهناك الحقيقة يعني مشاريع نازلة بالنسبة لتوسيع الاتصالات من هنا إلى عسير. هناك مشروع أرسي على أساس يكون خط سريع، وهناك مشروع تحت الدراسة إلى الرياض، فهذه كلها مساعدة للسياحة. هناك بعض الفنادق الجيدة، هناك البنية الأساسية بالنسبة للدولة تقريبا 90% مكتملة، لكن البنية الأساسية بالنسبة لرجال الأعمال والمواطنين، المنطقة قابلة للسياحة. المنطقة بكر ما زال فيها الحقيقة المقومات الأساسية، ولكن احنا نلمس هذا من الزوار اللي يجونا مثلا، سواء من رسميين أو من أصدقاء أو من ناس مرموقين. الكل الحقيقة ينبهر بأثار نجران وطبيعتها. عندنا مثلا بالصيف دائما درجة الحرارة لا يمكن، من الصعوبة أنها تتعدى 40، بالشتاء لا يمكن تنزل عن مقياس محدد، فجوها قابل وأثارها قابلة. أنا اعتقادي أن المنطقة بغناها التاريخي وموقعها وبجوها أنها راح تكون من المناطق اللي مميزة بالنسبة للسياحة. نجران اليوم لا تنتظر السياح فقط، بل إنها تنتظر مشروعا مثيرا للاهتمام، ألا وهو جلب المياه للمنطقة من الربع الخالي، بعد أن كشفت الدراسات وجود كميات هائلة من المياه تحته. المياه الحقيقة كان في مشروع جبار، وأنا أعتقد أنه حتى يعني ما أخذ على بالاهتمام اللي يستحقه. هناك جلب مياه من الربع الخالي، وهذا طبعا لما تقول مياه من الربع الخالي هذا شيء ملفت للنظر، لأنه معروف عن الربع الخالي أنه قاحل وأنه رمال وواء، ولكن غني الحمد لله الربع الخالي بأشياء كثيرة ومن ضمنها الماء. فالمشروع أقر والآن دراسات انتهت،
إن شاء الله بإذن الله الميزانية الجاية يكون صرفت المبالغ تقريبا حوالي 120 كيلو من الآن، وهذا راح يغطي زيادة الحقيقة على المياه، فما عندنا مشكلة إن شاء الله مياه. آلاف السنين مرت، ترك العابرون خلالها آثارهم وآبارهم ونقوشهم شاهدة على هذا المرور، والآلاف من القتلى دونهم ذو نواس ليكونوا شاهدين على حربه ضد نجران. ومرت آلاف السنوات على المنطقة منذ أن قال قس بن ساعدة للمرة الأولى البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وخلد القرآن الكريم آلاف الضحايا الذين وقعوا في الأخدود. ومع كل هذا فإن أهل هذه المنطقة لم تغيرهم السنوات ولا الأحداث الجسام، فبقوا على كرمهم وطيبتهم وعلى تحيتهم المميزة ماجور.